لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. المعركة هي معركتنا كلنا، ماهيش معركة فلسطينيين وحدهم. احنا حقيقة بعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور، لكن عندنا دور الأكبر. كان لنا مجدا من صنع أيادينا، من أجلك يا، من أجلك يا، يا وطني. جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا. قال في البدء واستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 47، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه. فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين.